مساء الخير على حضراتكم، بنرحب فيك طبعا، مشرفينا ومنورينا في ندوتنا على موقع صدى البلد. رحب طبعا بست النائب باشمهندس هاني العسال، وكيل الاسكان مجلس الشيوخ ورئيس مجلس اداره شركه اتش اي للتطوير العقاري. اهلا بيك يا فندم منور. رحب كمان دكتور محمد رشد، عضو غرفه صناعه التطوير العقاري، اهلا بحضرتك. وسعاده السفير اسامه سعد الدين، رئيس التنفيذي لغرفه صناعه التطوير العقاري. والدكتوره رانيا يعقوب، عضو مجلس اداره البورصه، منورينا. ويمكن سعداء جدا جدا ان احنا عرفنا ان احنا نبدا مع حضراتكم في حاله الحوار المجتمعي عليه، لان كل حد من حضراتكم حقيقي يعني القامات في مجاله، تحديدا يمكن عشان الغالبيه في القطاع العقاري. دكتوره رانيا، فهو في القطاع العقاري وطبعا خدمه كبيره جدا في سوق المال والبورصه المصريه. اسمحوا لي طبعا في البدايه مع سياده النائب مهندس هاني العسال. سياده النائب، يعني يمكن حضرتك من شيوخ المهنه والصناعه العقاريه، ودايما اسم الاستاذ هاني العسال ومهندس هاني العسال مرتبط حقيقي بتطورات كتيره جدا على مدار تاريخ كبير لاكثر من 30 سنه في صناعه التطوير العقاري في مصر. لو هنتكلم على سينا، فيمكن مشروعات حضرتك في جنوب سينا، لو هنتكلم على الشط الاستثماري عموما، يعني او الساحل الشمالي والعاصمه والتجمع وخلافه، وايضا باعتبار حضرتك يعني رجل سياسه، فايضا دور حضرتك في مجلس الشيوخ حقيقي مهم جدا من خلال لجنه الاسكان. لكن خليني في البدايه اسال حضرتك يا فندم، الصناعه العقاريه دلوقتي في مصر، وانا عارف ان حضرتك بتحب المصطلح ده دايما، احنا فين يعني، او حاله التطور اللي احنا فيها دي حقيقه ما كانتش متوقعه اطلاقا يعني، ويمكن شويه احنا بنسابق الزمن فيه. فالقطاع التطوير العقاري في مصر دلوقتي اوضاعه عامله ازاي؟ التحديات اللي بتقابل المطورين، المشروعات اللي الدوله بتعملها، ايضا حضراتكم في لجنه الاسكان في مجلس الشيوخ، كل هذه الامور يعني حابين حتى نتضح بسيط وسريع من حضرتك في البدايه، وبعد كده هنتطرق لمجموعه من الملفات تبعها. انا اولا متشكر قوي على الدعوه والندوه الراقيه دي، واسئلتك تحتاج يعني ايام مش ساعات، لان احنا في عصر النهضه في مصر، وحاليا العقار هو القلب النابض للاقتصاد، وهو مبني على النجاح. ايه اسباب النجاح؟ شويه حاجات كتير قوي، منها العجز والاحتياج، ده سبب حقيقي للنجاح. كمان القرار السياسي، يعني هناك بطل عنده فيجن، رؤية طويلة، ادى قرار سياسي لم يتخذه احد قبل، بالرغم ان الاحتياج كان موجود والعقد كان موجود والافكار كانت موجودة، فهو استثمر الفكرة هي اقوى حاجة، وادى قرار لبناء اول حاجة العاصمة الادارية، وده قرار يحتاج رؤية ويحتاج واحد بطل يقوله ما يخافش لا يهاب. أنا بقول كده ليه؟ لأن ده أكبر مشروع قومي في العالم، قد القاهرة خمس مرات. شوف قد إيه؟ يعني أنت ممكن تقول لي طب أنت جايب الثقة دي منين والنجاح الأكيد ده ليه؟ لأن مصر هي شقين، مصر الحديثة يتتلخص في الجمهورية الجديدة، ومصر السابقة. مصر السابقة للأسف 80% منها مبني بدون تخطيط وبدون ترخيص، يعني عشوائي. وديت بقابلها دلوقتي في بقى مشاكل مخالفات البناء والتصالح مخالفات البناء، قيمة مادية مهدرة. طب مصر الحديثة أو الجمهورية الجديدة 62 مدينة ذكية، شوف قد إيه؟ شوف الفرق، 62 مدينة ذكية، مشاريع قومية، أكبر مشاريع قومية في العالم، مبنية على الاحتياج والعكس. يعني والاحتياج والعكس مش كلام، ده ممكن أرقام أحكيها لك، وممكن التاريخ يثبت كده. يعني هو حتى القرار السياسي ده قرار سياسي جه بعد 165 سنة، لأن سنة 1867، شوف امتى، الخديوي إسماعيل كان حاكم مصر، راح دار فرنسا فشاف باريس حلوة،
كان هناك في ذاك الوقت مهندس مشهور فيمس اسمه هاوس مينت، فجابوا مصر وخططوا هو وآخرين ناس من بلجيكا ومن ألمانيا ومن فرنسا طبعا ومن إيطاليا، خططوا من كبر قصر النيل لغاية العتبة اللي هي القاهرة 50,000 فدان. ومن أياميها لهذا الوقت، من ذاك الوقت لهذا الوقت لم تحدث تطورات مخططة على فكر، كلها مبنية إلا في الوقت الحاضر قرار سياسي من بطل بقرار بناء العاصمة الإدارية اللي هي 246,000 فدان، أدى القاهرة 5 مرات. الاحتياج ايه هو؟ انا هقول لك بعض الارقام عشان تبقى مقتنع. بس في السراير او المستشفيات 417,000 سرير عجز. اذا لو في مستثمر جريء بنى 5 مستشفيات هي ناجحه مطلوبه. في المدارس 25,000 مدرسه، يعني برضو لو في مجموعة مستثمرين بنوا كل واحد 10 مدارس ده احتياج وعجز احتياج، مفيش يعني بدون ما يفكر هو ناجح ومطلوب. في السكن يعني اقول لك ايه، حدث ولا حرج. السكن فئات والدولة والصندوق الاسكان اللي مسكاه الدكتورة مي عبد الحميد، هي يعني خبيرة فعلا، بيحل مشاكل كبيرة قوي لمحدود الدخل والبناء الاقتصادي، حاجة يعني لا يتخيلها يعني بطولة فيها يعني. كذلك الإسكان، احنا في مصر كل سنة العدد بيزيد 2.5 مليون، يعني الاحتياج هيكون دائما حوالي 1.25 مليون. اللي بيتبني قطاع خاص مع حكومة مع 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 كله ما بيجيش 400,000. اذا في عجز تراكمي سابق وقادم في الخدمي زي المولات والمباني الاداريه وخلافه. مصر 4 تحت الصفر، يعني الاحتياج لسه ما وصلناش لواحد واثنين وثلاثه واربعه، ما فيش، ان كله كان مبني تحت عمارات وكده. لكن الحاجة اللي عليها اللي هي تبقى ليها كيان وليها قيمة، فهو نجاح نجاح نجاح. وطبعا المدن كلها الجديدة زي مدينة العالمين، حاجة يعني دي حاجة كده حدوتة تانية أو حاجة عالمية، والسوق هي 47,000 فدان وخلفها 1.5 مليون فدان زراعي. شوف الجمال، شوف الجمال. مدينة كده ساحرة جميلة راقية جدا، هتغير شكل مصر من ناحية سياحية، ان هي مدينة سياحية في الدرجة الاولى، ومدينة يعني هي انا بعتبرها اسكندرية الجديدة بس على حاجة فخمة بقى، حاجة حديث، يعني الجامعات شغالة فيها دلوقتي والشركات والدنيا كلها فيها، حاجة مستديمة مش موسمية فقط يعني، وهكذا. والمنصورة الجديدة، المنصورة الجديدة دي ايه الجمال دوت، اوروبا دي مبنيه جوه المايه، ايه الحلاوه دي. وتيجي بقى دمياط الجديده وسوهاج واسيوط والاسماعيليه الجديده والسويس الجديده، 62 مدينه ذكيه بتغيرت شكل مصر، غيرت الفكره خالص من ترتيبها. دوله ترتيبها 140 الى دوله ترتيبها دلوقتي في 28، وهكذا في حاجات كتير قوي. فاحنا في عصر النقطه. السوق العقاري في مصر اقوى سوق عقاري في العالم. طب حضرتك انت مع الاراء اللي بتقول ان هو سوق غير منظم بسات النائب، ولا شايف ان ده يعني نتيجه طبيعيه لحاله الانفتاح والنهضه يمكن احنا ما كناش متعودين عليها قبل كده، بس هل فعلا احنا محتاجين لقدر من التنظيم في السوق ده؟ وعشان كده اسال حضرتك، يمكن حضرتك ذكرت تجربه العاصمه الاداريه دي سمحت لقدر كبير جدا من
المستثمرين وهم حديث العهد والتطوير العقاري ان هم يدخلوا اسس التطوير العقاري. ده صحيح. يعملوا شركات، والنهارده يمكن اكتر من 90% من الشركات اللي جوه مشروع العاصمه هي شركات يمكن ده اول تجربه ليها في قطاع التطوير العقاري. هل ده ضر الصناعه ولا فادها؟ وهل ده ممكن يسبب مشكله خاصه ان كتير جدا منهم يمكن بيتقابلوا يعني بمنتهى الموضوعيه دلوقتي مشاكل في الفاينانس او السيوله الماليه عشان يقدر يكمل مع الاوضاع الاقتصاديه اللي احنا فيها ويدفع اسعار مواد البناء ونسب التضخم العاليه، وكتير جدا منهم ما كانش عامل دراساته او حساباته انه التضخم هيوصل بالشكل ده، وباعوا على اسعار متر يمكن كانت منخفضه، وكتير جدا منهم في تحديات دلوقتي. طب احنا نخرج مثلا من مشكله او تحدي زي ده ازاي؟ ده بالسؤال ده حكايه كبيره قوي. اتكلمت عن المهنه كلها، هي فعلا في تحديات كبيره قوي، وزي ما سعادتك هاجي من الاخر زي ما سعادتك قلت التضخم ومش محسوبه في الجدول الزمني، وما فيش جدول زمني يقدر يحسب الكوارث الطبيعيه او الظروف القاهره في الاقتصاد. احنا دلوقتي في الظرف في ظروف القاهره للاقتصاد، كون ان حصل حرب بين دول عظمى أثرت على كل العالم وعلى الدول كلها، وقبليها كان في فيروس كورونا كوفيد 19، يعني ده قبليها مباشرة غير شكل، وقف الإنتاج في العالم وحبس الناس جوه البيوت. بالرغم من كل ده حصل تحديات، مصر وقفت وتحدت واشتغلت ونظم. دي مصر نقلت السيستم كاملا من منظمة الصحة العالمية لمصر فجأة، فمعناها أنها نقلت التكنولوجيا فجأة وقدرت تعدي الخطوات كاملة وتعافت من المشكلة دي. إحنا دلوقتي في مشكلة التضخم، الحروب أثرت على الإنتاج ومشكلة التضخم، هي مشكلة التضخم عالمية مش مصرية، ولذلك احنا متأثرين بيها اتباعا، ولكن الدولة بتعمل خطط يعني قومية في الزراعة وفي الصناعة، دي عاملة الرخصة الذهبية عشان تحل جميع مشاكل الصناعة. كانت عاملاها الأول لفئة واحدة نوع معين من الاستثمار، دلوقتي بقت مع ماء النهاردة بقى نحو شركة سامسونج في بني سويف عشان يتم إنتاج الهاتف المحمول لأول مرة في مصر. بالظبط كده، نحو الرخصة الذهبية. بالظبط، والرخصة الذهبية دي دلوقتي بقت لأي منتج مصري مطلوب بنستورده من الخارج، توطين الصناعة المحلية. وعلى طول إعفاء ضريبي وتسهيل، والرخصة الذهبية دي هي دي زي الشباك الواحد على طول وتخلص. فهي مصر يعني في شكلها بتتطور بسرعة جدا، ولذلك احنا مش لاحقين نعمل القوانين. يعني قانون الإصلاح اللي هم سموه قانون التصالح العقاري، مخالفات البناء، هو مش تصالح خالص، ده قانون إصلاح عقاري بالتصالح، أرقى أنواع الإصلاح. إصلاح مش بالخناقة أو مش بالهد، ده بالتصالح. ودرس وخرج من مجلس الشيوخ ودخل مجلس النواب ودرس وقتل بحثا فعلا، خد مجهود يعني انت لا تتخيله. ولكن هو قانون كبار، يعني انت القانون ده في 27 محافظه في 80% من حجم مصر، عامل مع تركه كبيره قوي. والتطور اللي بيحصل في النهضه العقاريه سريع قوي، يعني احنا خلصنا القانون في تغيرات، يعني الرخصه الذهبيه دي تغيير جامد لازم تغير، تانية تضيفها للقانون وتظبط الدنيا. فتح المدن كانوا الاول 46 مدينة ذكية، دلوقتي بقى 62 مدينة ذكية في الفترة الصغيرة دي، فلازم القانون يمشي الحكاية. التغيير ده سبت النائب في فكرة البناء المستدام او البناء الذكي، ده ما كانش موجود عندنا قبل كده، ده عمل قيمة مضافة ازاي لصناعة العقار في مصر؟ شوف السؤال الذكي ده سؤال هو ده النهاو، يعني الأرض الفاضية تقريبا ملهاش تمن، مجرد ما خصصت وتحط خطة وتعمل تصميم بقى لها قيمة. لما تعمل حاجة ذكية ومميزة عملت قيمة مضافة، فأصبح العقار
المتر الارض لما ب 1000 جنيه او ب 10000 جنيه الاثنين ضايق بعض. تقول لي ازاي؟ اقول لك دي تكلفه، دي تكلفه 1000 ودي تكلفه 10 زياده اللي بيتاثر بيها اللي هيشتري الوحده، ولكن المطور ما بيتاثرش بيها. هو المطور يتاثر بحاجه واحده لما يعمل حاجه ذكيه او يعمل لوكيشن كويس او لما جات له قطعه ارض عمل عليها تنميه راقيه، تنميه عماره خضراء، تنميه مستدامه، عمل عليها نوها جديده مش موجوده في مصر. اصبحت زي ما قلت دايما ساعتك قلت قيمه مضافه بكام لا تقدر، بثمن مفتوحه. ولذلك العقار بقى مخزن للقيمه حاليا، خلاص بقى تحط او مخزن للقيمه لعده اسباب، العجز والاحتياج ادي حاجه، ثقه الموروث الثقافي للمصري طول الوقت يعني. والحته اللي انت قلتها القيمه المضافه دي حاجه، الحاجه كمان اللي اهم بقى مخزن للقيمه، لانها في ظل الصراع والخناقه في العالم ده كله، ده في خناقه جامده قوي يعني، تحديات ملهاش حل، داخليه في تحديات وخارجيه في تحديات، للاسف الشديد في ناس اسمها كده اعداء النجاح بره وجوه. انا الحاجات دي كلها يمكن انا عمري كبير بس ما كنتش ما شفتهاش قبل كده، انا شفتها حاليا قدام عينيا. انت لما بتشتري عقار بتشتريه على مده قد ايه؟ من 6 ل 10 سنين صح؟ بتدفع مقدمة 5 أو 10% صح؟ وبتكتب عقد. هنا لما كتبت العقد ثبتت سعر العقار، فأصبح بالمقدمة 10% صنعت أنت مخزن للقيمة كلها لمدة قد إيه؟ 10 سنين. هو ده مخزن القيمة الحقيقي في مصر، هو ده السبب من ضمن الأسباب نجاح العقار في مصر. وبطبع المصريين ناس عوائل كلهم مستقرين يحبوا يمتلكوا عقار.